السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد بطارينو ويب نيوز، وهذه أخبار اليوم. سيعقد من 13 إلى 20 يونيو أسبوع من الفعاليات الرياضية في وسط المدينة، وأيضا في العديد من الحدائق العامة لفائدة الشباب ما بين 14 و 25 سنة، من أجل ممارسة أنشطة رياضية متنوعة ككرة الطائرة والسلة وكرة القدم والرماية والتنس وغيرها. للمزيد من المعلومات حول المشاركة والبرنامج والمعلومات المفصلة يمكن زيارة موقع إعلام الشباب. يوم السبت 12 يونيو بدار الحكمة على الساعة 8 مساء مع عرض للفيلم القصير أحاسيس معلبة من إخراج وتمثيل عبد القادر الأزهر، ويتلو ذلك حفل من الموسيقى المغربية والعربية مع تنشيط مسرحي تقدمه فرقة المهاجر والدعوة عامة. يعود من جديد مهرجان تورينو لسوق الأغذية من 11 إلى 13 يونيو بأزقة بورغودورا، وهو مناسبة لاكتشاف وإعادة اكتشاف بورتابالاتسو كأكبر سوق بأوروبا، وسيتضمن البرنامج أنشطة ومعارض كثيرة للأغذية في الشوارع يشارك بها طباخون من ثقافات مختلفة، ويتميز المهرجان بحفلات موسيقية وجولات سياحية، كما تخصص للأطفال أنشطة ترفيهية. للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم 011-522-9826، ولا يفوتكم هذا البرنامج. صدر قرار لمنع الإبلاغ عن المواطنين المقيمين بصفة غير قانونية على التراب الوطني الإيطالي في المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية، وجاء هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية لوضع حد لتضارب تأويلات ما جاء في قانون الهجرة في هذا الصدد. المعلومات على الموقع البلدية بالعربية. تنظم المقاطعة الحضرية الأولى بمنطقة كروتشيتا بالتعاون مع قسم العمل بمدينة تورينو مشروع المرافقة من أجل تعزيز فرص العمل، ويستفيد من هذا المشروع الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 والعاطلين المقيمين في نفس المقاطعة الأولى. المعلومات على إنفورما لافورو. تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية احتفالها باليوم العالمي للأسرة الذي يحمل هذه السنة شعار وقع الهجرة على الأسر في العالم، ويندرج اختيار هذا الشعار في إطار تأكيد على ضرورة الوعي بالتحولات التي يشهدها العالم والرهانات المطروحة سيما في مجال الهجرة، الأمر الذي يضع المجموعة الدولية إزاء تحديات جديدة تتطلب تضافر الجهود لضمان تفاعل متلائم معها. نشرتنا انتهت، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.